بيكم مرة تانية في برنامج لعب في لعب. النهاردة هنعمل مع بعض طيارة بخامات سهلة جدا وسهلة على الأطفال الصغيرين إن هم يطيروها من غير أي مجهود. علشان نعمل طيارتنا الورق محتاجين شاليموهات، ورق يكون خفيف يعني ورق رسم مش ورق كرتون، وسوليتيب. الورق بتاعنا هنقص منه مستطيلين، واحد عريض وطويل والتاني قصير وأقل في العرض شوي. واحد منهم هيكون جسم الطيارة والتاني هيكون الديل. بعد كده باستخدام السوليتيب هنلزق المستطيل الطويل بحيث انه يبقى دايرة. وهنلزق المستطيل الصغير برضو علشان يبقى دايرة. وهنثبتهم في الشاليمو، واحد في طرف والتاني في الطرف المقابل. أهم حاجة نلاحظ إن الدايرتين يكونوا من نفس الجهة، يعني الاتنين لفوق مش واحدة فوق وواحدة تحت. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعملوا شير وسبسكرايب، وأشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. سلام.